حلاوته الحلاوه سنة. احنا لو عرفوا مكانه وجانوا يقبضوا علينا يا ابني. ما هي الرصاصه بتاعتك دي هي الخطه اللي هيوصلهم لينا. انتوا بتبالغوا قوي يا جماعه. على فكره ده في الاول وفي الاخر كلام جرايد فرقعه، يعني يومين وهتروح لحالها. بسبب السسبنس اللي اخينا بيعمله دوت عمرها ما تروح لحالها. بقول لك ايه، فضيها سيره بقى، ما تضيعش النفسين اللي احنا عاملينهم، سيبها على الله ونعم بالله. يا عم خالد بس انت يا عم كان لازم تاخد بالك شويه يا ابني. لو الحركه اللي عملها دي ما كانتش جرايد كلها اتقلبت عليها بالمنظر ده. ده ايه البروباجندا اللي عاملاها جرايد دي علينا؟ ما وراهمش غير سؤال واحد، من هم عصابه التسعة ملي؟ عناوين الجرايد تخض وبرامج التلفزيون شغاله رغي في الموضوع، بس هتعدي زي ما كل حاجه بتعدي. صح، يعني ما كانتش حته رصاص. خلاص يا عمنا اتفقنا كده، تمام، نتقابل ونخلص على طول. بس اسمع، الفلوس فوري. لا يا عمي، لا ربعها ولا نصها، جايز نخلص كده. تمام، ماشي يا حبيبي، استنى مني. الو، سلام يا حبيبي. سلام. الشاي طال. بقول لك يا بنت زينه، عايزك في موضوع. خير؟ انا بنت نويت اتاهل، ايه رايك؟ بجد يا طلبه؟ يعني هتريحني منك؟ ما انا لقيتك يا بنت هتسيبيني وتمشي، قلت اشوف حد يونسني. خلاص
سيبني بقى انا اشوف لك العروسه اللي تعجبني وتدخل مزاجي. وريني شطارتك يا ست الخطبه. ماشي. البت كوثر بنت الحاج ابراهيم، بت قمر كده وطويله وعريضه وتديك هبه وانت ماشي معاها. لا 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 بلاش البت دي، ابوها ما بينزليش منظور. طب مين البت؟ الهام، عارفها اللي بنت الراجل العجوز ده؟ سيد الحصري، بت كده قمر وشكلها هيفاء وهبي بالظبط. حلوه دي هيفاء وهبي عشان لما انزل بيها الشارع الناس تتلم عليا. لا يا زينه انا خلاص اخترت العروسه بتاعتي. مين يا طلبه؟ ما تقولي. ايه رايك في جهاد بنت عمك شحاته؟ سوسو؟ بالظبط كده، بنت غلبانه ومنكسره. ايه رايك في ذوق اخوكي؟ اشمعنى سوسو يعني؟ يعني بنت كده مننا وحاسس بيها، وبعدين القلب رايدها من زمان. بس دي كانت متجوزه قبل كده. هقول لها كوثر بنت البنوت تقولي سوسو. بس عموما طالما انت عايزها الف مبروك، مش هقول لك حاجه. الله يبارك فيك. اسمعي بقى بنت يا زينه، اعملي حسابك انك هتيجي معايا علشان تخطبيها. من عناي. عايزك بقى وانت قاعده تقولي كلمتين حلوين كده وتظبطي اخوكي قدامها. ها وانت هتبقى فاضي تسمعني يا اخويا، انت هتقعد بقى انت وهي تقول لها كلام حب والذي منه زينا وطلع. مش عارف، لما بشوف البنت سوسو دي جسمي بيتلبش. مساء الفل على حليب قلبي وياسمين حياتي. مساء الروقان يا حبيبي. بقول لك ايه؟ غمضي عينك. غمضي غمضي. اهو. اوعي تفتحي. مغمضة. عارف الحركات دي؟ ايه ده بقى؟ ايه الحركات دي؟ قولي لي ايه رايك في دي؟ مش قادرة أصدق. حبيب قلبي جميل قوي، ربنا يخليك ليا، تحفة. يا دبلة الخطو. خطوبة ايه؟ انت ناسي ان احنا متجوزين ولا ايه؟ ما يا حبيبتي ما لقيتش اي اغنية معمولة على خواتم الجواز، فقلت امشيها خطوبة كده وخلاص. خلاص اكتب اغنية للخاتم بعد الجواز. بجد يا ماجد انت شعر وموهوب، وانا نفسي كمان تهتم في الفترة اللي جاية ديت بكتابة الاغاني. حاضر ههتم، وهكتب اغاني هتكسري بيها الدنيا كمان. يا ريت يا ماجد، نفسي اعوض الفترة اللي فاتتني دي كلها. هتعوضيها هتعوضيها، وهترجعي يا ياسمينة نجمة النجوم. وعشان تعرفي يعني ان ورا كل مطربة عظيمة شاعر عظيم زي حالاتي. يبقى انا مستنية منك بقى اغنية حلوة جميلة بمزاجك الرايق الحلو ده. عشان بالي يروق بقى، انا في طلب كده عايز اطلبه منك. عايزك تروحي لسطوحي وتفسخي عقدك معاه. حاضر، نروح سوا وخلص الموضوع ده وننهي القصة. لا، انا عايزك تروحي لوحدك. وليه لوحدي؟ عشان نعرف ان القرار ده قرارك انتي، وان انا ماليش اي دخل فيه، واني ما ضغطتش عليكي. وبعدين بصراحة سطوحي ده راجل رزل، وانا مش عايز احتك معاه في كلام عشان ما مدش ايدي عليه. انت عارف ان القرار نابع من جوايا، بس هريحك وهروح لوحدي. بعد كده بقى عايزك تيجي عشان نشوف لنا مكان كده نقضي فيه يومين حلوين نتبسط فيهم. يا حبيبي انا كل ايامي حلوه معاك وبيك. ربنا يخليك. انت ايه اللي مزعلك كده؟ ايه؟ لا لا مفيش حاجة. لا في، وانت مش عايز تقول. اقول؟ قول يا رانيا. انت عشان مطربة رفضت اغنيتك تعمل في نفسك كده؟ انت صوتك احلى منها. انا ما بفكرش في موضوع الغنى ده دلوقتي خالص. ليه؟ ما ياما ملحنين كتير سبقوك بيغنوا دلوقتي. دي خطوة مؤجلة. اهم حاجة دلوقتي بس بالنسبة لي ان انا اصلح الموقف اللي حصل ما بيني وما بين ياسمينة. بعد كده بقى اشوف اذا كنت هغني ولا مش هغني. طب ما تضايقش نفسك، سمعني حاجه وعايزك تغني. مش في مود اغني دلوقتي، بس ممكن اسمعك مزيكا.
خير، انا عرفت اشوفك. جرى ايه يا خالد؟ ما انا موجوده في الجامعه كل يوم، انت اللي ما بتجيش ومحدش عارف ليه. ظروف وابقى احكي لك عليها بعدين. المهم الفتره الجايه ما تبخليش علينا، اشوفك على طول. يا ريت والله يا خالد، بس هيبقى صعب قوي. ليه؟ ما انت قاعده ليل نهار على القهوه في وسط البلد، واللي هي جت علي. لا والله يومي بس مضغوط ما بين الكتاب اللي بألفه اليومين دول وتدريب السلاح في النادي. سلاح ايه؟ سلاح التلميذ؟ سلاح التلميذ ايه يا ابني؟ النشان عندكم في البلد. البندقة. بالظبط كده. الحكايه كانت بدأت معايا هوايه كده، وبعدين بقيت بطلة النادي، ودلوقتي داخله بطوله الجمهوريه. طب خلاص اجي معاك النادي. تيجي معايا النادي ايه؟ انت فاكرها سهله قوي كده؟ النادي يعني كارنيه، يعني فلوس كتير قوي. يعني وانت بنت زوات وانا الاهل متسولين؟ ما انا معايا فلوس. المهم بس ان اعرف اشوفك على طول. انت عايزه تسيبينا ليه يا نجمه؟ حد زعلك؟ لا لا حد زعلني ولا حاجه، انا بس هسافر اليومين الجايين ومش هبقى موجوده هنا. نعم تسافري؟ لا انا بيني وبينك عقد لازم تلتزمي بيه. يا حبيبي انا هديلك المقدم قبل ما افسخ العقد على طول. لا مقدم ولا مؤخر، مفيش فسخ من الاساس. يعني ايه سطوحي؟ يعني دخول الكباريه مش زي خروجه. دلوقتي بقيتي نجمه وليكي معجبين كل يوم بيجوا يتفرجوا عليكي، يجي يسالوني ياسمينه راحت فين، اقول لهم ايه؟ سابتني وسافرت؟ دول يضحكوا عليا. بس انا يا حبيبي مش هكمل معاك غصب عني. وانا بيني وبينك عقد، لو ما نفذتهوش هحبسك. ايه ايه ايه؟ تحبسني؟ انت بتقول ايه يا سطوحي؟ انت اتجننت؟ هبقى مجنون صحيح لو نفذت اللي في دماغك. طب حط بقى في بالك يا سطوحي اني مش هكمل معاك، والعقد كمان هفسخه يا حبيبي. وبصي بقى يا حبيبتي، من الاول ومن الاخر انسي، نجوم السما اقرب لك يا نجمه. راح فين يا حاج؟ راح لابني. ابنك مين؟ ابني ماجد اللي متجوز المطربه ياسمين اهم. دول مسافرين. ايه مسافرين؟ مسافرين فين؟ معرفش انا يا حاج. طب والنبي يا ابني لو شفت ابني ماجد قول له امك جات لحد هنا وسالت عليك ونفسها تشوفك. يا اهلا وسهلا. مساء الخير يا ام سوسو. استنوني يا حبيبتي. ازيك يا ست ام جهاد؟ ازيك يا حبيبي. الف مبروك يا سوسو. والله يا بنت وهنبقى اهل. هاتي بوسه. القمر ده. اهلا وسهلا. ازيك يا عروسه؟ اهلا اهلا، اتفضل. بص بقى يا ست ام جهاد، من غير كلام كتير ملوش اي لازمه، انا بنتك لازماني، ومن غير شنطه هدومها، وعلى سنة الله ورسوله. وماله يا حبيبي نقرا الفاتحة؟ ايه يما، انت عايزة تخلصي مني على طول كده ولا ايه؟ خير البر عاجله. احنا يا اختي عارفين كل ظروفكم وجاهزين بكفة شيء. من الابرة للصاروخ، مش عايز منها أي حاجة. طب يا سي طلبة نتفق الأول. أنا من إيدك دي لإيدك دي. وبعدين يا ست أنا قلت لك كل طلباتك مجابة. عايزة بقى نعمل الخطوبة شهر اتنين تلاتة عشان نتعود على بعض، أنا ما عنديش مانع. وأنتوا لسه هتتعودوا على بعض؟ ده احنا أهل. طالما بقى هتبقى مسؤول عني حبيت اقول لك اني هفضل اشتغل بعد الجواز. مرات انا تشتغل ليه يا سوسو؟ هتتجوزي خروف ولا ايه؟ معلش يا جماعه انتوا مش غرب، انتوا عارفين يعني ان انا ما حلتيش غير مرتبي اللي باخده من المستشفى عشان اصرف على امي واخواتي. مصاريفكم كلها طلب اخويا هيتكفل بيها. لا لما يبقى جوزي يبقى يصرف علينا، طول ما هو خطيبي انا هفضل اروح الشغل. الله 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 الله، جرايا يا سوسو. الله، ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ست؟ الكلام اخده عطا. الله، خلاص يا جماعه خلاص، تهت ولقيناها، تسيب الشغل ونقرب ميعاد الفرح. انا موافق. يبقى نسمع زغروطه، سمعينها بقى. ايه بقى؟ ايه انت؟ ايه بقى الموضوع السري اللي عايز تتكلم معايا فيه؟ تعالى اقول لك فوق. ليه يا لؤي؟ في ايه؟ في ايه يا ماجي مالك؟ قلت لك ما بحبش الطريقه دي. انهي طريقه يا ماجي؟ الطريقه دي. وبعدين قلت لك كذا مره ما تعملش معايا الحركات دي يا لؤي. ماجي انا بحبك. انا كمان بحبك، بس ما ينفعش تعمل معايا كده في الشارع، وبعدين الناس رايحه جايه. عندك حق، مع ان المنطقه ضلمه يعني. بقول لك ايه، تيجي نطلع على البيت احسن اروق. ليه يعني؟ ما في 100,000 كافيه، ما نقعد في اي كافيه ونتكلم. تتغلبيني معاكي ليه بقى؟ انا برضو اللي هغلبك. هي الفكره ان احنا نقعد نتكلم مع بعض ولا ان احنا نطلع البيت؟ الفكره يا ماجي ان انا بحبك وعايز اتجوزك.
بص هو انت فاجئتني، بس بابي عمره ما هيوافق ان احنا نتجوز عشان احنا لسه بندرس. بابي؟ بابي مين ده؟ بابايا انا، بابي ماجي. وانا مالي ومال ابوكي؟ يعني ايه مالك ومال بابا؟ مش لازم يوافق؟ لا طبعا مش لازم يعرف اي حاجه. يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني احنا هنتجوز من وراهم وبعد كده نبقى نقول له؟ لا 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 انسى انسى، نو واي، استحاله طبعا. انت بتتكلم في ايه؟ انت مش بتحبيني يا ماجي؟ بحبك بس ما ينفعش، ما ينفعش نتجوز من وراهم. يا ماجي احنا نتجوز لغايه فتره صغيره، لغايه ما اكون مستقبلي، يعني اتخرج اشتغل اجيب شقه كده يعني. طيب طب فرضا دلوقتي انا وافقتك يا لؤي، لما نيجي بقى نتجوز قدامهم ما هيعرفوا من الاوراق ان احنا كنا متجوزين في السر. لا يا حبيبي ده احنا هنتجوز عرفي. عرفي؟ مش تقول كده من بدري. امال انت فاكره ايه؟ ورقه كده صغيره مكتوب فيها ان احنا الاثنين متجوزين، هنطلعها وقت اللزوم ومحدش يعرف عنها اي حاجه. طب هو ده بيبقى جواز حقيقي؟ اه طبعا. بص هي فكره بس ما وعدكش ان انا يعني ما وعدكش ان انا حوافق، بس اوعدك ان انا حفظ. ماشي. استاذ ماجد. ايوه. في واحده جت سالت حضرتك وقالت انها والدتك. جت امتى؟ امبارح الصبح. امبارح؟ وما قلتليش ليه؟ يا فندم دي اوامر الست، الست ياسمينه. ياسمينه قالت لك ما تقوليش ان امي جت سالت عليا؟ هي ما قصدتش يا فندم، هي قالت لي اي حد غريب وبطرقه او مشيه. طرقه؟ تطرق مين يا اهبل؟ امي. يا اوامر الست يا فندم. اوامر الست ايه؟ اوامر الست ايه؟ الفتاح اللي كان كلم حضرتك عني ناجي. هو فعلا كلمني، هو كان قال ان انت كنت بتمثلي في مسرح الجامعه. اه فعلا دي حقيقه، بس دي حاجه على قدنا كده يعني، اصل بصراحه كده يا استاذ انا نفسي في فرصه اثبت فيها موهبتي. لا من الناحيه دي اطمني خالص، انا باكد لك انك عندك موهبه جامده قوي. يعني بحاول. انت عارفه ان حظك حلو قوي، احنا فعلا اوريدي داخلين فيلم سينما قريب وفي ادوار شباب كتير. بجد ده فعلا حظي كويس. ايوه بس انت يعني لازم تعملي شويه تغيير، يعني لوك جديد وفورمه شعر جديده وطريقه لبس جديده، وقبل ده كله لازم تغيري اسمك. اسمي؟ طبعا اسمك، ما هو انت عشان تبقي سوبر ستار لازم يكون الاسم يشد، لازم كده يكون يعني في كاتشنج، يعني مثلا بدل سهى عبد الفتاح نقول سهى نبيل. اوكي اللي تشوفه حضرتك. حلو قوي، بدايه موفقه، اصل انا احب الناس اللي تشتغل معايا يكونوا فاهميني كويس قوي. برافو عليك يا بطل، بقالك ربع ساعه بتمشي. لا ولسه هكملهم ساعه ان شاء الله. الله الله ما شاء الله عليك يا بابا، ايه ده اللي يشوفك يديك 30 سنه؟
بس يا ايهاب لا يصدق. لا هيصدق، وخصوصا بعد ما يشوف نتيجه الاشعه والتحاليل. هو الدكتور قال لك ايه صحيح؟ الحمد لله طمني، وقال ان بابا بعد كورس العلاج الاخراني خلاص بقى زي الفل، ومحتاج عروسه جديده يا ست الكل. اذا كانت تعليمات الدكتور انا موافق. بلاش هزار انت وهو بقى، الدكتور قال لك ايه صحيح؟ الحمد لله، نتيجه الاشعه والتحاليل طلعت سلبيه. الحمد لله، ده انا كنت مشغوله على باباك اليومين اللي فاتوا دول قوي يا ايهاب. الحمد لله ان هو بخير، الحمد لله على سلامتك يا ابو ايهاب. الله يسلمك، بس سيبينا بقى من باباه وبابوه، خلينا في الافندي اللي بلط في الخط ده ومش عايز يفرح قلب ابوه وامه. طب استنوا لما تلاقي مصر الاول. لا النقل ملوش دعوه، انا نفسي في الحفيد اللي اشيله وادلعه واهننه، وبعدين انت قلت ان اخرك في اسوان شهر. يعني في الحدود دي ان شاء الله. خلاص يبقى اول مشوار بقى نعمله لما ننزل مصر ان احنا نروح للعروسه ان شاء الله يا ابو وهاب. ها اكمل الساعه؟ يلا كم انت مأجر عجله. بقول لكم ايه انتوا الاثنين، انا مش عايز جنس مخلوق يعرف احنا ساكنين فين. انت يا حاج مرسي يا عاقل وانت قاعد على القهوه مع قلاضيشك ما تقعدش تسيح لنا على العنوان الجديد. وانت يما وانت واقفه في الشبابيك يمين وشمال الستات دول تقعد تقول لهم احنا ساكنين فين. انا ما بحبش كده. انا عايز افهم، مش عايز الناس ليه تعرف طريق بيتنا الجديد؟ هو كده ياما. شوف يا طلعت يا ابني، انا مش هنزل من هنا واروح البيت التاني ده الا لما اعرف الفلوس دي كلها جبتها منين. ده انت لو بتلعب قمار مش هتكسب المكسب ده كله. يا جناية عايزين نطمن عليك. ماشي اقول لكم، من الحشيش بتاجر في الحشيش. ارتحتوا؟ اه انا كده اطمنت. ربنا يطمن قلبك يا ابني. وطالما انتوا عرفتوا بقى يبقى لازم تعرفوا ان احنا داخلين على ليله جديده ومحتاجه ناس جديده. انت يابا هتشتغل معايا وهتبقى راجل من رجالتي، بس لازم تقفوا جنبي الاول. انا داخل على فرح ياما. ربنا يا ابني يتمم لك بالخير. مبروك يا جنوي، مبروك. قلتي ايه ماجي؟ عايزاني ولا لا؟ اوف كورس يا لؤي عايزاك. يعني انت موافقه تتجوزيني؟ اوكي بس بشروط. يا ستي انا موافق على كل شروطك. يا سلام، طب ما تسمع شروطي الاول. طالما موافقه يبقى قولي اللي انت عايزاه. اوكي يا لؤي، نيفر توتش مي الا لما نتجوز رسمي. ماشي، مش هلمسك غير لما نبقى نتجوز رسمي. تاني حاجة، مفيش أي حد يعرف عن الموضوع ده حاجة. طب وصحابي اللي يشهدوا على العقد ويكتبوه دول كمان ما يعرفوش؟ لا، لو جت على قد الاتنين دول ماشي، وبشرط تالت إن نسختين العقد العرفي يبقوا معايا. ماشي يا حبيبتي، أنا المهم عندي إن احنا نتجوز وبس. على فكرة يا لؤي، أنا قلت never touch me إلا لما نتجوز، واوعى تفكر إن أنا هسلم لك نفسي بعد الجواز. على فكرة يا ماجي، احنا رجالة قوي وجدعان قوي وكلمتنا واحدة وما بتتغيرش. تعرفي يا ماجي أنت نفسك لو جيتي بعد الجواز العرفي دوت وحبيتي تسلمي لي نفسك كده يعني، أنا مش هستلمها. يا ماجد مالك؟ من ساعة ما جيت البيت وانت اتكلمتش معايا ولا كلمة. مفيش حاجة، أنا كويس. أنت متضايق مني؟ أنا زعلتك في حاجة؟ لا لا لا، مش زعلان منك، لا مفيش حاجة. طب ماجد ما تقولي في ايه؟ انت ليه مش بتتكلم معايا وتحكيلي؟ امي جت لي لو سهلت عليا و مش موجود وسابت لي رساله انها عايزاني ضروري. رحت البيت، انا رحت لهم البيت. ورحت ايه اللي حصل؟ لقيتش حد،
سابوا البيت. سابوا البيت. رحلة شقرف وما راحوا فين؟ طلعت أعرف هم عاملين إيه؟ أنا السبب أنا. أنا السبب. حبيبي هدي نفسك. أكيد مامتك هتيجي تاني هنا وهتسأل عليك. يا ريت. يا ريت. بس أنا عارف إنهم عندهم كرامة ومش هيعملوا كده. أنا عارف. أنا عارف إنهم زعلانين مني. منهم الوحيد و مش حاسس بيهم. أول مرة أعرف قيمتهم. طب رحت البيت وما لقيتهمش. ما انت يا ماجد اصلا. انا ايه انا؟ انا ايه؟ انا عيل عاق، عيل زباله. النوم الوحيد. راجل البيت المنتظر. سابهم. ما سالش فيهم. مش جنبيهم. ما كانش سندهم. ما كانش الراجل ان هم مستنينه. اتقسيت عليهم. رميتهم. انا هي حبيبي عشان خاطري. عشان خاطري ما تزعلش وحدي نفسي. مسطوحي ده انت قاعد منه. مرضيش. مرضيش افسخ مع العقد. ليه يعني هو بالعافيه؟ ليه؟ بطلقة؟ مش فاهم. اتكلمت معاه كذا مره وحاولت بس مش راضي. طبعا مش عايز يفسخ عشان انت عارف ان هو بيكسب من وراه. وبعدين ما انا قلت لك تعالى معايا وانت ما رضيتش. الحل ايه؟ الحل ايه؟ معرفش. انا اصلا متضايقه من ساعه ما جيت وما كنتش عارفه اقول لك ازاي. ماشي ماشي يلا اتصرف. طبق فاكهه يستاهل بقك. جدع يا بنت زينة. انا عايزك تهتمي باكل اخوكي اليومين دول. اخوكي بقى عريس. ها من عينيا يا عريس. فضي بقى في بقك. يلا قبل لما اشوف مين. الله حبيب قلبي طلعتي. وحشتني قوي يا زينة. انت كمان وحشتني قوي يا وائل حبيب قلبي. تعالى بقى حماتك بتحبك. بتحبه ده ايه؟ يا كنت تعرفه اصلا؟ عم العالم زكا طال عليا النعمه. انا لو كنت جيت وما لقيتش العريس الجديد هنا كنت هزعل اخر زعل. طب اقعد اقعد يا ابو نسب. كل معانا يلا. خد يا طارق. تقوم يا برنس. دينا يا برنس. دينا رز حبيبه قلبي. عارف يا برنس انا اسعد واحد في الكون النهارده. عليا النعمه انا اسعد واحد في القاهره الجديده والقاهره القديمه. بس مش اسعد مني. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا العريس. بقولك يا كبير انا كان رايي بدل ما يبقى الفرح واحد يبقى فرحين. يعني اعمل ايه؟ اقسم الدخل على يومين ولا ايه؟ طب ويا دي تيجي. طيب لا يا برنس انا قصدي يعني زي ما هو فرحك انت على سوسو يبقى فرح انا كمان على زينه. تصدق يلا طلعت انا ما عنديش مانع. بس الاصول بقى نعرف راي العروسه الاول. شوف البنت. صدق بالله ده اسرع رد شفته في حياتي. طب على الطلاق منها.
ده عازمكم انتوا الاثنين النهارده على العشاء وعلى حسابي. ها ومعانا سوسو. يلا بينا. المكان الجامد ده يا واد يا طالع. عيب عليك يا ست البنات. انت عرفته منين يا واد؟ انا باجي هنا على طول اصلا. لا والله. والله شكلك جيت هنا مع بنت من يوم قبل كده صح ولا لا؟ وبعدين بقى زين الله في ايه مالك؟ ما تظلموهوش بقى، اكيد عارف الحكايه دي وعارف المكان ده من دليل التليفون. يا عيني عليك يا ابو الرواق. ايه العسل ده؟ لا بقول لك يا ست الكل، انا شايف الكبير كده من ساعه ما خطب وهو منعنش كده ومروق نفسه كده وسنه ضاحك. طلبه ده طول عمره مزاجه عالي قوي. يا قمر انت. يا عيني على الحب. يا عيني يا تزحلق. الله اكبر. النهارده الخميس يا اخي، تبص جنبك مالك ومالي. خلاص يا عم بص جنبي. بص هنا. بقول لك يا زنت القلب. بص في الملازم اللي عندك دي، شوفي هتاكلي ايه. كل حاجه عندي، لحوم وجمبريات واسماك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده اكل انجليزي ده ولا ايه؟ ازاي بس يا ست؟ وبعدين بقى يا بنت انجليزي ايه؟ هتقف على عربيه فول. الله 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 يا سيدي الناس يا عسل. بقول لك ايه بقى، المطعم ده كله تحت رجليك، اطلب اللي تطلبه وكتاب الله لو طلبت كبده الديناصور هجيبها لك هنا بني، بس اكل عروستك معاك. قد القول يا طلعت. شفت شفت انت واد مجدع ازاي؟ عموما انا مش هطلب النهارده، اللي هتطلبه سوسو انا دايس معاها فيه. انا عاوزه جمبري بس يكون جنبه. وانا كمان عايز جمبري ويكون جنبه. خلي الليله تبقى كلها فوسفور. ايه ده؟ يا حول الله يا رب. يا عم هي كانت حبكت النهارده. ايه لولو؟ طلعت. حبيب قلبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا برنس؟ ايه بتعمل ايه؟ عامل ايه؟ انت اخبارك ايه بس؟ فهمني بس، كلمني. تعالى اقول لك على حاجه بس، تعالى اقول لك على حاجه. انت عامل ايه؟ يا عم اسمعني بس اقول لك بس. انت ما تجيش ليه انت بس؟ كلمني. يا لولو يا ابني. طيب اكلمك انا. يلا صباح الفل على عيونك يا قمر. طلبة عاوز امشي. في يا سوسو مالك؟ ما احنا كنا قاعدين كويسين وزي الفل، ايه اللي حصل؟ دخت يا اخويا، دخت ونفسي راح مني وعاوز ارجع. فجأة كده دخت وعايزة ترجع؟ ما انت كنت قاعدة بتضحكي قدام الناس. طب والاكل اللي انت طالباه والجمبري؟ يوه الجمبري والاكل ولا انا؟ والله انت حيرتيني معاكي. يلا يظهر ان ملناش في الطيب نصيب. ليه كده بس؟ شش. اتنين جمبري في لفة معانا. سلام. يا سلام. سلام. سلام يا عزل. بس يا ستي بس. السلام عليكم. يا ميكو. وعليكم السلام. في ايه؟ مالك؟ مدي وش كده ليه؟ الموضوع شكله كبير. في ايه يا مالك؟ ايه اللي مضايقك؟ ياسمين عندها مشكلة كده ومش عارفة أعمل إيه. مشكلتي إيه؟ سطوحي. مش عايز يفسخ العقد. وخايف يعني لما ما تروحش الكباريه يعمل مشكلة. طب وأنت إيه علاقتك بالموضوع ده؟ دي مراتي في كنفي، يعني مشاكلها مشاكلي. يا دي سطوحي اللي مش هنخلص منه أبداً. طب وناوي على إيه يا سيرومي؟ مش عارف. أنا قلت أجي لكم بقى نشوف هنعمل إيه. يعني أنت بتفكر في إيه يعني؟ أنا مش فاهم. عايزنا نسرق العقد؟ والله لو ما لقيناش حل غير كده اه نسرقه طبعا. هتسيبوني؟ مش ممكن يا ابني تبقى ثالث مره نسرق فيها سطوح. انت مجنون. تشكر تشكر يا خال. العدل فين يا محكمه؟ على الارض ولا في السماء؟ اكبر حديد احاوتنا واحنا الابرياء. احنا اللي ضعنا في زمانكو واللي انتشر فيه الرياء. كبير عن الحق دعمة وصغير على الارض درما. كبير عن الحق دعمة وصغير على الارض درما. Come on.
العدل قامت ثورته والظلم زالت دولته العدل قامت ثورته والظلم زالت دولته وبكرة يا ما نديت عليك يعني وبالمفيد المختصر ردينا لعيوننا البصر والشعب على كلمته وكل عمله بكرة وصل ما أجمله لكن بلاش تتفتته